اللغة القبطية. المحاضرة الثالثة، ودي محاضرة مهمة جدا، بنلتقي فيها مع الأنبا مارتيروس، وهو حاصل على درجة الماجستير في الفنون القبطية، وأسقف عام لمنطقة الزاوية والشرابية. النهاردة هنتكلم عن نشأة الرهبنة والمدارس الرهبانية. تعرفين أن الرهبنة هي رافد هام وأساسي في التراث القبطي، والرهبنة لها دور كبير في الحفاظ على هذا التراث. فاحنا النهاردة هنتعرف على نشأة الرهبنة، وهنتعرف على المدارس الرهبانية المختلفة التي نشأت في مصر مع الأنبا مارتيروس الأسقف العام. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله. الصوت واصل كويس الصوت؟ إذا كان صوتي واصل كده ماشي. ماشي. الحقيقة بداية بنشكر السيد الوزير الثقافة والسيد رئيس المجلس الأعلى للثقافة، وبشكر كمان المهتمين بهذا الكورس الثقافي اللي بيجمع موضوعات عديدة عن الثقافة القبطية، وبيشرفني ان انا اتكلم عن نشأة الرهبنة القبطية ومدارسها المختلفة. الحقيقة فكرة الرهبنة بلا شك، فكرة الرهبنة بلا شك هي وليدة فكر إنجيلي بفرعيه العهد القديم وأيضا العهد الجديد. فبنلاقي أن حياة موسى النبي مثلا في البرية شدت فكر الإنسان الروحي من حيث تواجد موسى النبي في البرية، وفي نهاية الأمر ربنا بيظهر له في شكل العلية المحترقة بالنار ويكلمه أيضا. أيضا شخصية إيليا النبي اللي كان مكث على جبل الكرمل، وكان متعود إن هو يختلي في هذا الجبل، وكانت أقصى مدة انعزل فيها في هذا الجبل كانت 3 سنين ونصف. أيضا بنشوف شخصية زي شخصية داود النبي في العهد القديم، كان يحب حياة الانفراد وحياة التأمل، حتى إن هو قال: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. ودي فكرة أساسية من فكرة الحياة الرهبانية المبنية على أن الإنسان يتوحد مع الله، من حيث أن عندما يلغي إرادته ويمكس في الصحراء محتملا كل المتغيرات الصحراوية أو محتملا حياة الوحدة، إذا بيتخلى عن إرادته لتكون إرادة الله هي المسيطرة عليه، وعلى الأخص إذا عاش حياة التأمل المستمر في الوصايا أو الأحداث الكتابية المعروفة. نيجي بعد كده لشخصية يوحنا المعمدان اللي قال عنه معلمنا لوقا الإنجيلي في الإصحاح الثاني أنه كان في البرية إلى يوم ظهوره أو إلى وقت ظهوره.
طبعا يوحنا المعمدان معروف أنه السابق لمجيء المسيح. نبوة ملاخي النبي جاءت عنه أنه هو الملاك الذي جاء ليهيئ الطريق. يوحنا المعمدان عاش في البرية كل أيام حياته، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا، يعني كان بيعيش حياة النسك الشديد، وحتى لباسه كان بسيط من وبر الإبل. ولذلك الحياة التجرد اللي عاشها كان بمثابة فكرة أساسية ودافع أساسي لكي ما يحتذي به آخرين، على الأخص في العصور المسيحية الأولى. طيب بنيجي بعد كده أن السيد المسيح نفسه أشار إلى حياة الكمال، وهي أن الإنسان يحيا الحياة مع الله في أعلى درجتها الروحية وفي أعلى سموها الروحي، من حيث الانسلاخ عن العالم، الزهد والتخلي عن مباهج العالم، وأيضا اختيار حياة التقشف الشديد والنسك الشديد، بما يصل بالإنسان إلى مستوى روحي عالي، يترك الماديات لا يجري وراءها، يترك الأمور العالمية بحيث تبقى روحه سامية على الوجه الأكمل. ولذلك السيد المسيح يقول إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك وعطيه للفقراء وتعالى اتبعني. نلاقي أن السيد المسيح في آية معينة يقول أنه يوجد أناس خصاهم الناس، في أناس خصاهم الناس، وناس ولدوا خصيان بطبيعتهم، وأناس آخرون خصوا أنفسهم بأنفسهم لأجل محبة الله. بيشير هنا إلى الحياة البتولية البحتة. ولكن أريد أن أنا ألفت النظر أن هذا الأمر لا يتطرق إلى الفعل أو الأخذ الحرفي بالآية، ولكن هنا يؤخذ برمزية الحياة البتولية، أن الإنسان ينقطع فقط في بتولية كاملة للحياة مع الله. الحقيقة من ناحية رهبانة العذارى، إذا كان الكلام ده يعني تمثل به رهبان رجال، ولكن أيضا رهبانة العذارى أقول أنها بدأت مع حياة السيدة العذراء مريم في العهد الجديد، رغم أنه في العهد القديم كانت هناك حنة النبية وقت ميلاد المسيح وقت ظهوره، كانت عايشة في الهيكل 83 سنة. يقول معلمنا لوقا أنها انقطعت لصلوات بالصلوات والطلبات الكثيرة، وكانت ندرت أو نزيرة للصلوات والطلبات بعد ترملها مع زوجها بسبعة سنوات، يعني عاشت حياة البتولية وحياة الانقطاع في الصلاة مع ربنا. نيجي بعد كده ان في عصر الرسل، متأسف، في عصر الرسل ايوه في بدايته، السيدة العذراء طبعا عاشت في بيت يوحنا الحبيب، التفت حواليها عذارى أردنا أن يكون يعني يكون في تبتل كامل وفي حياة روحية كاملة، فالتفت حواليها العذارى، حتى أن التقليد الكنسي بيقول أن العذراء مريم مع العذارى كنا يذهبنا إلى جبل الزيتون، حيث الأماكن التي كان يتجمع يعني يجلس فيها السيد المسيح مع تلاميذه للصلاة والانقطاع للصلاة، وأيضا بيتها كان أيضا يعتبر زي بيت صغير أو دير صغير يجمع فيه العذارى المتبتلات. ولذلك في بعض الأيقونات اللي هي بتوضح لنا نياحة أو موت السيدة العذراء مريم، بنلاقي حواليها عذارى، وده يطلق عليهم في التقليد المسيحي بعذارى جبل الزيتون،
اللي كانوا ملتصقين بها عايشين في حياة من الصلوات والعبادة المستمرة. طيب احنا بنيجي دلوقتي على مصر، يعني عايز اقول ان الرهبنة اشتعلت بقوة شديدة جدا في مصر، واكتمل اشتعالها بظهور الانبا انطونيوس الذي نظم الحياة الرهبنة. واقول صراحة ليس الانبا انطونيوس هو اب الرهبان، ولكن هناك كثير جدا من الرهبان عاشوا ما قبل الانبا انطونيوس. تمتد هذه الجذور الى ماري ماركوس الذي كان متبتلا وعرف عن مسيحي القرن الاول الميلادي انهم كانوا يصومون الى المساء كل يوم، ويأكلوا شيء بسيط في المساء، كان ده تعودهم احيانا بالثلاث ايام. طيب الامر ايه يعني الموضوع ده هو عند المصريين بالذات، موضوع النسك وموضوع التبتل والانقطاع للعبادة والحياة التأملية؟ الحقيقة ده راجع لأمور هامة، لموضوعات هامة جدا جدا. فنلاقي ان في مصر كان في جماعات بتبغي الحياة النسكية وحياة التقشف والحياة المنقطعة للعبادة للإله. فنلاقي ان في اربع مجموعات هامة، في مجموعة اسمها جماعة المتوحدين المصريين اللي هي ايجيبشن جيمونوفزايتس. ايجيبشن جيمونوفزايتس دولت يعني كانوا ظهروا في سنة 259 قبل الميلاد، كانوا بيحاولوا يمارسوا امور كثيرة او دروب كثيرة في النسك والتقشف والزهد والانعزال عن العالم. في جماعة تانيين اسمها سيربوتاي دولت كانوا رجال يهتموا بالحياة النسكية والانقطاع عن الأكل والتأمل. هما كانوا الحقيقة جماعة راجعين ل أو ذات خلفية يهودية. وكان في زي ما احنا عارفين في جماعات يهودية منهم الأسينيين اللي كانوا حوالين البحر الميت في مغائر عايشين، جماعات يهودية كان السيربوتاي دولت كانوا في مصر مكثوا حوالين بحيرة مريوط جنوب اسكندرية، كانوا بيمارسوا نوع من الزهد والتقشف، حتى ان هم كانوا طول النهار او طيلة اليوم يقرأوا في التوراة، وايضا في اخر اليوم كانوا يأكلوا عند المساء. وكان دايما المجموعة دي كلها تجتمع في يوم السبت، تجتمع في يوم السبت نظرا لان يوم السبت عند اليهود ذات قدسية، ويطلق عنه انه يوم مقدس، يوم للرب فقط. فكانوا يجتمعوا في هذا اليوم فقط، وكانوا عايشين حوالين بحيرة مريوط جنوب اسكندرية. الكلام ده كان سنة 100 يعني قبل الميلاد وما بعد الميلاد حتى لغاية القرن الاول او الثاني الميلادي، حتى انقطع اخبارهم خالص في القرن الرابع الميلادي. وكانت العزارة ايضا على نفس المنوال في تبع بخلفية يهودية، كانوا يهود أساسا وكانوا عايشين حوالين اسكندرية بيبغوا الحياة الرهبانية. طيب في جماعة تالتة اسمها جماعة المنقطعين اللي هي اسمها كاتشوباي ده ظهرت في العصر البطلمي 300 قبل الميلاد، كرسوا حياتهم لعبادة الإله سيرابيس. والإله سيرابيس ده كان ليه معابد طبعا بلا شك في اسكندرية وفي المناطق المختلفة. كرسوا حياتهم في ان هم يخدموا في داخل معبد سيرابيس او المعابد اللي تابعة للإله سيرابيس، وكانوا نساك، وكانوا ايضا يبغوا الحياة النسكية او حياة التقشف الشديد. وكان شغلتهم بقى متخصصة في خدمة
هذه المعابد أو خدمة الإله سيرابيس من خلال المعابد بتاعته، وأيضا خدمة الزوار اللي كانوا بيجوا طلبا للاستشفاء أو طلب الشفاء حسب المعتقدات المصرية القديمة. الجماعة الأخيرة أطلق عليها جماعة الفلسفة الإفلاطونية الحديثة، مش الإفلاطونية القديمة ولكن الإفلاطونية الحديثة. الجماعة دي كان القائد بتاعهم أو اللي تبنى الفكر بتاعهم هو واحد اسمه أمونيوس ساقاس سنة 243 ميلادية، وده دعا إلى التحرر من الجسد أو الحياة في حرية بعيدا عن الجسد، ودعا أيضا إلى أهمية الجانب التأملي، دعا أيضا إلى التحرر من ملذات وإذلال الجسد أيضا ملذات العالم والإنعزال عن العالم كله الحياة الإنعزالية للتأمل أو للأمور الروحانية. طيب إحنا دلوقتي في خلفية أو أساس قوي عند المصريين، وبطبيعة أن المصر متدين، وخلفية على أن في جماعات متعددة فيما قبل ظهور المسيح أو ما قبل الميلاد بتدعو إلى النسك والتصوف وإلى الانعزال لعبادة الله ولخدمة الإله أيضا، فنلاقي أن مصر كانت بالفعل مؤهلة. وساعد الأمر ده على إيه؟ على أن مصر جوها من حيث الطبيعة المصرية الصحراوية اللي ممكن يتوفر فيها المغائر والجبال والمساحات الشاسعة اللي تجعل الإنسان يتأمل في الطبيعة ويتأمل في الخالق، وأيضا الطبيعة الجغرافية اللي هي الجو المعتدل اللي ممكن إنه الساك يتعايش به في داخل صحراوات مصر بدون أي مشاكل. طيب بما إننا في يعني تأهيل مصري بطبيعة المصريين لظهور بما يسمى بالرهبنة القبطية، ده شيء كان طبيعي وده كان أمر سهل وبسيط. ولذلك نلاقي أن المسيحيين لما جه ماري ماركوس الرسول، أولا ماري ماركوس كان متبتل وكان شاب صغير، المؤرخ مناسة يوحنا يقول إيه؟ لما كان ماركوس الرسول متحليا بالطهر والعفاف وبث روح الفضيلة في قلوب كثير من المصريين، فاعتزلوا العالم ولجأوا إلى الكهوف والمغائر عاكفين على تسبيح الخالق والتغني بذكره الأقدس، فتحولت القفار القاحلة إلى رياض يانعة تنبت النفوس وتثمر الكمال. فبرضو نلاقي ان بظهور ماري ماركوس كاروز الديار المصرية اللي كرز مصر بالمسيحية، كان هو متبتل شاب، الوصايا الانجيلية اللي جابها دعت الى حياة الكمال كما قال السيد المسيح في وصايا المتعددة الكثيرة، فده اهل الامور لايه؟ بداية فكرة النسك والانعزال والحياة الرهبانية. موضوع ايه بقى؟ في سفر الاعمال كان في فكرة ان الانسان يتخلى عن ممتلكاته ايا كانت ويضعها لصالح الفقراء والمساكين، وده حصل الامر ده ظهر بصورة جلية في سفر الاعمال. ويقول في سفر الاعمال إذ لم يكن فيهم أحد محتاج، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. طيب هو دلوقتي المسيحيين كانوا عايشين فكرة التخلي عن حتى الممتلكات، ولذلك نلاقي في بداية عصر المسيحية في القرن الأول الميلادي أن كنيسة أورشليم اللي مفترض أن يسكن فيها الأغنياء فقروا، ومعلمنا بولس الرسول ابتدى يجمع تبرعات ليهم. ليه؟ لأنهم لما دخلوا المسيحية تخلوا عن ممتلكاتهم لصالح الفقراء كوصايا الرب، وأيضا لظروف الاضطهاد
بلا شك أثرت في هذا الأمر، فابتدى حلهم يبقى أصعب بكتير. بالإضافة أن ماري ماركوس كان رجل عبراني، كان رجل إيه؟ عبراني. وبنلاقي أن في يعني شق عند أو يعني فصيل عند اليهود بيؤمن بحياة التصوف وحياة الوحدة وحياة الإيه، وبما أنه في جماعة منهم ساكنة في اسكندرية عاصمة العالم الثقافية، ها، فابتدى فكر الرهبنة يتغلغل، وعلى الأخص عندما تحول اليهود إلى المسيحية في مصر، فكان الأمر ده معبر ليهم يعني سهل إلى تبني فكر الرهبنة. ونلاقي أن فيلو المؤرخ بيقول إيه، ويبدو أنهم كانوا من أصل عبراني على المسيحيين النساك، يبدو أنهم كانوا من أصل عبراني، ولذلك كانوا يرعون معظم عوايد الأقدمين حسب طريقة اليهود، يعني حسب طريقة اليهود في الالتزام بالوصية، حياة التأمل، وعلى الأخص الفصيل اللي كان طالع من اليهود اللي هم بيسموا بالأسينيين اللي سكنوا حوالين البحر الميت، وإحنا يمكن عندنا يعني فكرة عنهم. بعد كده إحنا عايزين نقول إيه، أن نشأة الرهبنة بقى هنا، بوادر نشأة الرهبنة، إحنا بنقول نشأة الرهبنة مش في القرن الرابع، لكن نشأة الرهبنة ابتدت مع ماري ماركوس، وما بعد ذلك هنلاقي عجب قوي في هذا الأمر. النقطة الأولى في النشأة المبكرة جدا للرهبنة، بنلاقي أن المؤمنين في العصر المسيحي الأول اللي هم أمنوا على إيد ماري ماركوس كانوا يصومون إلى الغروب كل يوم. نمرة 2، مدرسة اسكندرية اللاهوتية المؤرخين مدحوا المعلمين فيها حيث كانوا يمارسون الصوم والصلاة وعدم الاهتمام بأباطيل العالم والزهد في الزمنيات، ومنهم العلامة أوريجانوس 185 ميلادية الذي قال يجب على المتشبه بالمسيح أن يتدرب على الانفصال عن أقربه وكل الرغبات العالمية والممتلكات، فهذا فقط هو الذي يمكنه من إعداد مسكن للرب في قلبه. ويتكلم عن الأمور النسكية، أوريجانوس سنة 185 ميلادية لغاية 254 كان عايش، بيتكلم عن النسكيات، بيقول أن الانفصال الكامل عن العالم لا يمكن اقتناؤه إلا بالتدريب النسكي خلال العمر كله، خدوا بالكم. ويقول أيضا السهر المتعاقب، يعني السهر المتوالي، يقهر قوة الجسد، والصوم المتواتر يهزمه، والدراسة المتواصلة نهارا وليلا في الكتب المقدسة تساعد على التركيز في الأمور الإلهية. ده أوريجانوس من 185 ل 254. طيب نرجع للعلامة إكليماندوس الأسكندري، بيقول أن النساك هما الجزء المختار من الناس المختارين، يعني يقصد الجزء المختار من الناس المختارين اللي هما دخل المسيحية حسب رؤيته ويقول كمان ان هو كان في نساك، بيحكي ان كان في نساك عايشين في القرى وفي المدن، وبيتكلم بيوصف الامر ده، هو بيقول ان وجد هناك قديس ناسك ندخل عنده ونلتجئ اليه، ويقوم الناسك باعداد المرقد حتى ننام، المرقد اللي هو السرير يعني او مكان النوم. كل هذه الامور يصنعها بنفسه المكرس الموجود، مكرس يعني ديديكيتد للايه، للحياه الرهبانيه في الموضع الذي نحن فيه. اما بقيه الاخوه واضح ان كان فيه تلاميذ للايه، للشخص المسؤول او يعني الشخص اللي هو الناسك. اما بقيه الاخوه الذين في نفس الموضع فكل واحد منهم يتبعه في تنفيذ خدمه الضروريات، لكن لا يكون في ذلك الوقت بيننا امراه ولا صبي. طبعا الفكر البتولي او المتبتل يعني الانعزال عن العالم واختيار البتوليه وعدم الزواج، ده طبعا شيء اهم في الحرابنه. فواضح ان في ايه، بوادر
أو أخبار رهبانية عن الحياة الرهبانية في القرن الأول والثاني الميلادي. نرجع لأيضا العلامة تورتليان، ده كان أفرد كتب كتيرة في التحدث عن النسك والبتولية، وأسس مذهب عرف بالمذهب التورتلياني، تميز بالشدة والزهد والتقشف. في هايبوليتس كمان سنة 170 ميلادية ل 235 ميلادية قال أن النساك محسوبون في الكنيسة ضمن الطغمات السمائية السبع، يعني هو اعتبر أن النساك دول في الحياة الروحانية ذات المستوى العالي كالملائكة، زي ما قال يوحنا ذاهب الفم في القرن الرابع الميلادي لما بيقول على الرهبان المصريين بالذات: قل أنهم ملائكة أرضيون أو بشر سمائيون. ديت الايه البوادر اللي بتوضح لنا ان كان في رهبنة مبكرة جدا في مصر زي ما احنا سمعنا. دلوقتي ايه في رهبانيات النشأة الاولى برضو للحياة الرهبانية في مصر. نمرة واحد، كان في نساك على ضفاف النيل وعلى مشارف القرى والمدن. نبقوا طيب، احنا دلوقتي هنذكر اسماء. ان كان في نساك قبل انبا انطونيوس وقبل انبا بخمس اب الشركه المعروفين وقبل الانبا شنوب رئيس المتوحدين في القرن الخامس. بنقول ان الانبا بخمس نفسه اللي كان من طيبه اساسا واتولد 200 متاسف كان اتولد 290 ميلاديه، لما هو عرف المسيحيه وتعمد أحب الحياة الرهبانية، فراح أخذ أو التلمس على الحياة الرهبانية فين؟ عند أحد النساك اللي كان عايش على مشارف القرية، اسمه إيه؟ ده كويس اللي عرفنا اسمه، التاريخ ذكر اسمه بالامون. يعني ما قبل 290 ميلادية كان أنبا بخمس بيتلمس على أحد النساك حوالين عايش حوالين القرية. طيب نيجي الأنبا أبو مقر نفسه أو القديس مكاريوس اللي اتولد سنة 300 ميلادية، برضو التلمذ على شيخ كان يسكن في قلاية على مشارف القرية اللي كان عايش فيها، بيقال إن هي في كان أبو مقر بيقال إن هو كان محل ميلاده في المنوفية على الأخص في بلدة نقيوس، وفي ناس بيختلفوا في هذا الأمر يعني كتاب. والسيرة بتاعته اللي كتبها تلميذه السرابيون بيحكي بيقول: وكان هناك راهب متوحد بعيدا من القرية قليلا يتقي الله كثيرا هادئا في رهبنته منفردا وحده، هذا مضى إليه مقارة وعرفه أفكاره، عرفه أفكاره أنه هو يريد أنه هو يسلك في دروب النسك ودروب الحياة الإنعزالية والحياة الرهبانية. في كمان الأنبا أنطونيوس نفسه، يعني تفتكروا هو أول ما اترهبن راح على طول قعد أو استقر على مشارف أو يعني على ضفاف النيل؟ لا، قبلها راح التلمز على أب راهب كان موجود على نواحي القرية بتاعته، التلمز على إيده، بعد كده راح انفرد على مشارف نهر النيل، وبعد كده انتقل الى بيسبير اللي هي الدير اللي هو في منطقة بيسبير دلوقتي تعتبر ايه مش ايه لا ده بعد كده بقى دخل الى الصحراء بني سويف، دير الميمون، تأسف دير الميمون قعد فيه بعد كده، وبعد كده انتقل الى الصحراء الداخلية في المغارة. طيب ديت يعني الرهبانة النشأة الاولى للحياة الرهبانية في مصر كانت اولا على ضفتي النيل وعلى مشارف القرية. نبتدي نتكلم على جماعات رهبانية مبكرة ظهرت بقى في الصحراء. ظهرت في الايه؟ في الصحراء. اول جماعة رهبانية ظهرت في الصحراء هو واحد اسمه فارنتينوس، أخذ 70 شاب ودخل بيهم إلى الصحراء جنوب اسكندرية في منطقة تدعى نتريا. نتريا كلمة لاتينية بمعنى النطرون، جنوب اسكندرية مباشرة، وعاش واستقر
في المنطقة دي، ولكن لا يعرف أو لم تعرف حياته ما بعد ذلك وامتداد هذه الجماعة في هذه المنطقة. والكلام ده كان سنة من 138 ميلادية ل 161 ميلادية. أول جماعة صحراوية، يعني قعدوا في الصحراء. وكان ده في أيام الإمبراطور أنطونيوس بيوس، إمبراطور القسطنطينية. واللي قال الحكاية دي هو مصدر بس وحيد ذكره، المصدر ده هو اسمه الأكتا سانكتوريوم اللي هو حياة القديسين، كتبها الإخوة البولنديين، مش بولنديين، مش من بولندا يعني، لا ده يرجعهم لشخص مؤسس الجماعة الرهبانية في بلجيكا اسمه بولندوس، اسمه بولندوس. واتكتبت القصة ديت، يجمعوها من الأخبار ومن القصص سنة 1643. الجماعة الرهبانية الأخرى، وإن كان هو فرد واحد، هو الأنبا بولا أو السواح، ده شخصية لا يتهم بها، لأن هو مبكر جدا ارتحل إلى الصحراء، وكان ارتحاله للصحراء نتيجة حكاية إن هو كان مختلف مع أخوه على الميراث. فهم قالوا نروح للمحكمة للقضاء، وهم ماشيين للمحكمة كان في جنازة أحد العظماء ماشي رايحين يدفنوه. فهو أنبا بولا فكر، قال آدي الشخص العظيم اللي كان غني واللي كان مركزه كده، أخذ معه أنا يفضل إن أنا أعتزل للحياة الرهبانية لله وأكرس نفسي لله. أنا عايز أقول حاجة مهمة يا جماعة، هؤلاء الأشخاص لم يكرسوا أنفسهم إلا إن هم شافوا نماذج قدام عينيهم، زي ما بس ذكرت إنه كانوا عايشين على مشارف الكرة والانقطاع، وعلى الأخص العزارة دولت. أنا عايز أقول إن رهبنة العزارة أقدم من أيضا من رهبنة الرجال، لأن رهبنة العزارة ابتلت مع السيدة العذراء مريم وامتدت في أورشليم والأخص أيضا في إسكندرية. وأنتوا عارفين إن العزارة أكثر يعني جدية وأكثر عاطفية من ناحية الامتثال للحياة التكريسية والحياة مع الله، حتى أن الأنبا بخمس قال يعني أحد المراجع قال أن الأنبا بخمس أب الشركة كان عنده 10,000 راهب بالمقارنة ب20,000 راهبة تحت يعني إمرة أخته أو تحت إدارة أخته مريم. فنلاقي ان القديس برنتي الانبا بولا او السواح برضو هو يعتبر اول ناس في الصحراء. طب ايه رايكم بقى في الصعيد؟ لو احنا رحنا هنلاقي ان انتوا عارفين طبعا مذبحه اخميم كانت على يد مين؟ دقلديانوس. دقلديانوس اتولى امتى؟ 284 في الميلاديه. فتقدم اثنين من الرهبان، واحد اسمه ديسكورس والتاني اسمه سكلابيوس، كان بيعيش مع في الصحراء الشرقية لأخميم، وتقدم للاستشهاد واعترف بالمسيح هو و25 راهب تانيين. كانوا عايشين يعني، كانوا عايشين في كوميونيتي اوريدي، كانوا بيمارسوا الحياة الرهبانية. ده قبل سنة 284 ميلادية، يبقى اذا كان فيه جروبات رهبانية في الصحراء جديرة بالدراسة. وانا اتمنى ان احنا نعمل دراسات تفصيليه عن الجماعات الرهبانيه ما قبل ظهور أنبا أنطونيوس، لان دي مهمه جدا جدا. ده بيقال كمان ان في الاونه ديت كان في جدال مستمر ما بين الفلاسفه اليونان والرهبان، رهبان اخميم وما حول اخميم وما حول اسنا. الجماعه الثانيه او المجموعه الثانيه في جبل اسنا، جبل إسنا ده هو اللي هو الجبل الغربي بحاجر إسنا. أولا كان بيعيش فيه أب راهب ناسك اسمه إسحاق، وفي أيام دقلديانس 284 لما حصل استشهاد زي أخمين، نفس الشخص اللي هو إريانوس، نفس الشخص إريانوس اللي تولى مسبحة أخميم، هو اللي نزل على الجنوب وتولى مسبحة إسنا ضد الأقباط. فكان الأنبا أمونيوس أسقف إسنا كان بيعيش في مغارة في جبل أغاصن، اسمه جبل أغاصن أو الصلاح باللغة القبطية يعني.
اللي هو الجبل الغربي، وكان الشعب بتاعه متعود ان هو يعمل عيد سليبريشن لأب قديس او أب راهب كان بيعيش في هذا الجبل يدعى إسحاق باللغة القبطية. ماشي؟ يبقى اذا كان بيتعمل له عيد سنة لغاية 284 في ميلادي، يبقى هو ابتدى الراهب ده امتى؟ حياة النسك في الجبل الغربي على الاقل 100 عام. يبقى اذا كان في رهبنة صحراوية مبكرة جدا في مصر، وعلى الاخص في جبل اسنا وجبل اخميم. طيب ندخل بعد كده، احنا اتكلمنا عن النشأة المبكرة للرهبانيات المصرية او للرهبنة المصرية. بعد كده بقى انتوا عارفين انا مش هنتكلم على ما بعد ذلك اللي هو زور انبا انطونيوس، ها سنة اتنيح سنة 256 او مات سنة 256. فانبا انطونيوس بيطلق عليه انه اب الرهبان، انه مؤسس الرهبنة. ليه؟ لأنه هو أول أب راهب وضع نظم رهبانية ووضع حياة رهبانية منظمة للجماعات الرهبانية، ولذلك كان دائم إرسال رسائل إلى الجماعات الرهبانية المختلفة زي جماعة رهبانة قديس مكاريوس، أرسل لهم رسائل، رهبانة الفيوم اللي كان فيها بالمئة دير، مئة دير. الكلام ده بقى حصل الانتعاش الرهباني ده عندما رفع الاضطهاد بتولي الملك قسطنطين على الامبراطورية الرومانية، وهو نفسه آمن بالمسيح وأصبح مسيحي، وأنشر أو نشر منشور اسمه منشور ميلان سنة 311 ميلادية، وبالتالي سمح بأن الديانة المسيحية هي الديانة الأولى والعظمى في البلاد. فاندثرت الوثنية وتنامت المسيحية، وبالتالي تنام مع الفكر الرهباني وفكر الأجورا والرهبانيات، حتى ان مصر انفتحت على العالم من حيث ان كتير من المكرسين او الذين ارادوا ان يكرسوا انفسهم للرهبنة جاءوا من روما ومن القسطنطينية ومن اليونان ومن اسبانيا ومن فرنسا ومن انجلترا لمصر عشان يترهبوا. انتوا عارفين اسماء كتير، امبرسانوس معلم اولاد الملوك وماكسيموس وديماديوس وكتير رهبان جم. والعكس برضو صحيح، يعني من مصر خرج 7 رهبان من دير قوسقام اللي هو المحرق دلوقتي، وذهبوا في المركب عبر النيل وعبر البحر المتوسط الى ايرلندا واسسوا دير هناك، حتى ان الدير اللي هناك في ايرلندا نلاقي فيه مخطوطات مكتوبة على مثال من المخطوطات القبطية، وهناك ايقونات مكتوبة على مثال الايقونات القبطية، وهناك في تذكار ليهم اسمه الوينجز بيذكروا الرهبان المصريين الذين جاءوا وبشروا ايرلندا وهم مدفونين هناك في ايرلندا. صحيح. طيب احنا ندخل بقى في موضوع أنظمة الرهبنة. هم 3، ممكن حد يقول ده هم نظامين، نظام الوحدة ونظام الشركة، لكن أنا بقول وفي مؤرخين بيؤكدوا هذا الموضوع على رأسهم إيفلين وايت وعلى رأسهم أوتي ميناردوس، بيقول أن هناك نظام ثالث اسمه نظام النصف شركة. طيب هو نظام الوحدة ده أسسه أنبا انطونيوس عبارة عن النظام التوحدي في الرهبنة، عبارة عن أن في أفراد نساك يعيشون في قلالي منفردة بعيدة عن بعضها عدة أميال، يجتمعون كل سبت وأحد للتناول من الإفخارستية وحضور القداس يوم الأحد فجرا في كنيسة طبعا بلا شك بتجمعهم. والمساحة دي السيرفي دي اسمها لورا او لافرا باللغة اللاتينية، معناها تجمع للرهبان. نبالكم فنظام الوحدة ان الراهب بيعيش لوحده في القلاية واخد تدريبات معينة من اب مرشد ليه،
بيحاول ان هو يتعايش في ويتحدى الجو الصعب اللي هو عايشه في شيء من الاحتمال الرهيب، الاحتمال الشديد جدا. في عدة أسفار من الكتاب المقدس يقرأها يوميا، صلوات تقرأ يصليها يوميا، أوقات للتأمل يوميا. الأكل بتاعه نسكي جدا أو ناسي جدا، عبارة عن يعني خبز جاف مع الماء مع الملح مع بعض نقاط الزيت على الخضار إذا كان عنده، يعني شيء من النسك الشديد. طبعا كل واحد بيحفظ هدوءه والتنقلات بينهم وبين بعضهم ما فيش بس غير يوم السبت والأحد، من بالكم؟ وحتى يوم السبت بيبقى الالتقاء فيه جازرنج فيه، إنما بيسهروا بقى بالليل للصلوات والتسبيح، يختتم بالقداس، بعد ذلك يمكن بيلتئموا في مائدة عامة، بعد ذلك بيزوروا بعض ممكن مسموح لغاية الغروب، بيرجعوا إلى قليلهم مرة أخرى. طيب نظام الشركة ده أسسه بقى الأنبا بخمس أب الشركة، هو كان راجل حربي، كان راجل جيش، كان هو كان أساسا جندي، ولذلك لما هو بقى أسس أجرة ورهبانيات فعمل إيه؟ هو كان كل دير له أسوار وفيه بعض القلالي. نظامه ان الشخص اللي جاي يترهبن لابد يكون مؤهل، يعني ما يكونش عليه قضايا، ما يكونش عليه مشاكل، نيته واشتياقاته مظبوطة. طيب اذا كان هو امي كان يهتم بالتعليم جدا، لدرجة كان فاتح فصول لتعليم الرهبان، ده شيء مهم جدا. ما هو دلوقتي ازاي هيقرا في الكتب المقدسه ويقرا اللغه باللغه القبطيه اللي كانت موجوده في ذاك الوقت؟ فكان لابد يبقى متعلم، اذا كانش متعلم يقعد يستنى لغايه لما يتعلم. وبعدين الاخ ده بيسلم الى واحد مختبر، يعني اب راهب، يبدي يعني ايجابيته ناحيه هذا الشخص لرئيس الدير وليكن الانبا بخمس اللي هو الرئيس الاعلى يعني، فيسمح بالدخول له به للدير جوه اللي هو داخل الاسوار. الالال اللي جوه الدير ما هياش منفرده، مش واحد لوحده، لا ده الالال ممكن يبقى فيها ثلاثه، اوقاتهم منظم، في وقت للصلاه، وقت للعمل او الخروج للعمل، ووقت للقراءه، ووقت ضعيف وليكن حوالي 4 ساعات للنوم. بالنسبة بقى هندخل يعني في موضوعات خاصة بقوانين أنبا بخمس، وهي من ناحية الملابس مثلا، قميص من الكتان بسيط جدا حواليه منطقة جلدية، منطقة أو حزام جلدي يعني، علشان الحزام ده بيساعد الراهب على عمل السجدات بما تسمى بالمطانيات باللغة اليونانية، السجود لله وطلب المغفرة والطلبات المختلفة كنوع من يعني تهذيب الجسد وإذلاله، وكل حياته بتبقى فيها شيء من الصلوات والسجدات المتواترة لربنا. من ناحية حتى اللبس في رجليه، الحذاء بتاعه بيبقى صندل من الجلد مفتوح. بنيجي بعد كده نقطة الطعام. الطعام كان لابد انه يقدم على مائدة مرتين في اليوم، ظهرا ومساء، وكل واحد لازم يحضر. وقعدة الراهب على المائدة يبقى قاعد كده ما يبصش لا هنا ولا هنا ولا الناحية دي، هو يبقى ايه ملتزم ب الجزء الاكل اللي محطوط له ولا يتذمر اطلاقا، ويلتزم الهدوء الشديد وعدم الكلام مع جنبه او الضحك او الحاجات دي، كل الحاجات دي بقى لها عقوبات هنقول لكم عليها. بالاضافه الى ان في المائدة اثناء الطعام بيقرا فصول من الانجيل المقدس، بعد كده في القرون اللي بعد كده بقت تقرا
حاجات من كتاب البارادايس او بستان الرهبان، خدتوا بالكم؟ ويأكل في سكون، سكون يعني هدوء، دون ان ينظر الواحد منهم الى جاره، وهكذا، وينصت للقراءة المتبعة. النوم، النوم كان في طبعا في الحفريات، اكتشفت احد اجرة انبوبة خامس، لقوا ان الالالي كان فيها حوالي 3 مصاطب دي للنوم. احنا قلنا الرهبان ما بيعيشوش منفردين، كل 3 في الليل، ويمشوا حسب نظام دقيق بالوقت وبالمواعيد وكل حاجة. النوم كان مدته بسيطة. اكتشفت الآثار اللي قلت لكم عليها ده في دير الأمبهدرة بأسوان، أحيانا نطلق على دير القديس سمعان. وبعدين بيقوموا في منتصف الليل بعد نومه بعد المساء مباشرة، يتم التسبيح في داخل هذه القلاية مع بعضهم، والصبح بيروحوا عمل وكده. العمل اليدوي ده كان شيء مهم عندهم، يعني كان الراهب في نظام أبو الخمس يعني لا يهدأ، حتى لو هو قاعد لوحده لازم يعمل عمل يد، والعمل اليد ده كان كتير قوي. منه ان هو صناعة الحصر والمقاطف ومنزعة النخل، وأيضا فتل الحبال، وأعمال النجارة والحدادة والحياكة والنسيج والزرع والعجن وأمور الدير، يعني لأن ده طبعا مجتمع معتمد على نفسه عايش، يعني بيبقى بقى كل شيء ماشي فيه بنظام. بالنسبة للتعليم زي ما قلت إن كان الأنبا بخميس بيفاتح فصول لتعليم الرهبان، خاصة لغير المؤهلين للقراءة زي الأميين، لابد أنه يتعلم. وبتشهد الأخبار التاريخية عن أجرة أنبا بخميس أنهم كانوا بارعين في النساخة وفي صناعة الورق، وأيضا في صناعة المخطوطات وجلد المخطوطات. بالنسبة للصلاة، وضع نظام ثابت في شقيها الجماعي والانفرادي. كانت الصلاة جماعية تقام بالكنيسة 3 مرات كل يوم في الصباح ووقت الظهر وفي المساء، يحضرها جميع الرهبان بلا استثناء. أما الصلاة الانفرادية فكان الرهبان يؤدونها في قلاليهم زي ما حكينا. العقاب في مع نظام الأورجانيزيشن ده محتاج تنسيق، مفيش حاجة سايبة. لما مفيش، مبقاش فيه قانون، تبقى الحكاية ايه؟ ميغة، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. طيب هو كان وضع للنظام أجرته شيء من العقاب. العقاب ده هو كان بيتراوح ما بين ان هو اللوم الشديد والتوبيخ العلني ممكن، او الحرمان من الوجبات الطعام، او من الطرد من الدير في حالة في يعني عدم انصياع الشخص او الراهب للاوامر والنظم، ممكن على طول يطردوا برا الدير. كمان الادارة عمل ايه؟ هو كان عنده 9 اجرة، طبعا التاريخ قال 9 انما ممكن يكون اكتر، يعني 10,000 راهب عنده، هيعيشوا فين يعني؟ هنقول مثلا طب القلاية، ما القلاية فيها 3، هي القلاية كانت حديثة كده زي زمان، ها؟ طبعا على ما اعتقد ان كان في اجر كتيرة. فكان هو الرئيس الاعلى، تحتيه رؤساء لعدة اجرة، وكل دير له قائد بر. طيب في كل دير كان في امين للمكتبة، كان كل دير فيه مكتبة امين ليها، في كان امين على المعلمين اللي بيعلموا القراءة والكتابة، كان في أمين على البنائين، وأمين على الخبازين، وأمين على اللي بيحملوا الحاجة، وأمين على النساجين. نظام كل فيه مسؤوليات، كل واحد إيه وراه مسؤولية، وهو كان الرئيس الأعلى، أو مثلا ما أناب عنه بعد ذلك تلميذه بعد كده. النظام بقى ده نظام الشركة، كله مشترك مع بعضه بس بنظام وتحرك بنظام في مواعيد في كل حاجة. طيب نظام النصف شركة ده ايه بقى؟ الحقيقة نظام النصف شركة ده هو عبارة عن ايه؟ عن واحد متوحد
في قلاية يبقى نظام ايه؟ وحدة. وفي نفس الوقت جوه مجمع رهبان يلتقي مع زملاته للصلوات التالتة والستة والتاسعة والمجامع. ايه؟ حاضر بعد ما نخلق ادي اخر نقطة يعني في نقطة. طيب يبقى نظام الناس في شركة في توحد وفي كمان ايه؟ مجمع. مجمع يعني عايش جوه مع ناس مع مجمع. اللي اسس هذا النظام هو القديس يوحنا كاما، اتنيح سنة 859، ديره كان في وادي النطرون. والحقيقة في دواعي شديدة جدا قالها ايفلين هوايت، من حيث ان نشأ هذا النظام ده هو يعني نظم لظروف. ايه هي ظروف؟ الظروف اولا كان هناك اخطار كتيرة على التجمعات المتوحدين في البرية، لدرجة ان في وادي النطرون البربر هجموا على وادي النطرون 5 مرات، اخرهم 819 ميلادية ايام البابا ماركوس الثاني، بداية بقى من الاواخر الرابع لغاية 5 مرات، طبعا مش هنحكيها بالتفصيل ده ايه عايز الموضوع. ففي اخطار كانت على المتوحدين دعت الى ان القديس يوحنا كما فكر، قال لك لا طب ما احنا نبني بقى ايه اسوار عاليه وندخلهم جوه، كل واحد بقى ليته واحنا في المجمع لينا عوايد نجتمع فيها زي صلاه التسبيح في الفجر يعني 4 صباحا، زي صلوات السواعي في عند الغروب على الغروب وهكذا، او زي اجتماع عام عشان مثلا هيعملوا يحصدوا الارض او يزرعوا او كده شيء عاوز مجموعه من الناس او مجموعه من الافراد. ولذلك كان الخطر عليهم كبير، ادعى الى بناء اسوار عاليه بيعيشوا فيه انفراد وفي نفس الوقت في المجمع. النمره 2 غريزه حب البقاء الرهباني. يعني هو دلوقتي يا جماعه عايز اقول حاجه، اصل في ناس بتقول لك ايه الرهبنه ديت هروب كامل اضطهاد، هروب من اضطهاد. هو دلوقتي في اضطهاد يعني لو احنا اعتبرنا الامور يعني من القرن الرابع، ما هو خلاص دقلديانوس انتهى وجه قسطنطين، بالعكس ده الرهبنه انتعشت جدا 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 بظهور قسطنطين. يبقى اذا مش السبب ايه اضطهاد او هروب من الاضطهاد، لا ده بالعكس، لان كان في رهبان كانوا بيشيروا على مدبريهم انهم ينزلوا الى ساحه الاستشهاد ويعترفوا بالمسيح، كانوا لهم لا، زي انبطونس قال لواحد قالوا لا الاستشهاد بالمسيح، الراهب هو شهيد كل يوم بحياته وبحرمانه من مباهج العالم وملذاته واحتماله ووضع نفسه تحت نير الطاعة وقطع مشيئته وإرادته لتكون إرادة الأب المدبر. فإذا الرهبنة مش للإيه؟ مش للهروب. ولكن هنا غريزة بقى حب البقاء، يعني في هجوم من البربر، في هجوم من العربان، في هجوم من البدو، في مشاكل، الطرق بتتقطع، وعلى الأخص في القرون الوسطى كل شوية دولة تقوم شكل، نخلص من الأمويين يجي الإيه العباسيين، هوب 100 سنة يجي لنا الخراسانيين، هوب نبص نلاقي الفاطميين يتقلب ويجي معرفش الأيوبيين المماليك العثمان، هكذا الاضطرابات السياسية ديت الكتيرة جدا جدا. وفي داخل الدولة الواحدة وليكن الأموية مثلا، الانقلابات والصراعات والقتل والتصفية الجسدية والاغتيالات الكثيرة جدا جدا جدا، دي خلت الدنيا على المستوى الرهباني برضو مش مستقر. فاضطر الأنبا يوحنا كاما يبني أسوار عالية ويدخل الرهبان يبقوا عايشين جوه، وفي ذات الوقت يبقوا عايشين حياة الشركة. ده آخر حاجة، آخر نظام يعني اللي هو النظام التالت. بالنسبة بقى آخر حاجة اللي هي سادسا، عاوز اتكلم عن المصادر الاصيله للحياه الرهبانيه. الكتابات والمعلومات وكل الامور ديت احنا عرفناها ازاي؟ او الحياه الرهبانيه يعني تعرفت ازاي؟ اولا من اشهر المصادر الأصيلة في الخاصة بالحياة الرهبانية هما حوالي
ثلاث مصادر. المصدر الأول هو التاريخ الليزياكي اللي كتبه بيلاديوس. بيلاديوس ده جه زار اسكندرية وادي النطرون، عمل كتاب عن أخبار الرهبان، أخبار الرهبان وحياتهم، وكتب الكتاب ده وبعته لواحد اسمه ليزيوس. ليزيوس ده معاون للملك سيئودوسيوس، واخدين بالكم؟ معاون للملك ايه؟ سيئودوسيوس. ولذلك اشتهر الكتاب ده بالتاريخ اللوزياكي، وهو كتاب البارادايس او بستان الرهبان الحالي. ممكن نلاقيه في مكتبة المحبة، ممكن نلاقيه في مكتبة الينبوع، المكاتب المسيحية ممكن نلاقي كتاب بستان الرهبان. طيب الكتاب الثاني او المصدر الثاني هو كتاب يطلق عليه الهيستوريا موناخورم، ده كلمة لاتينية معناها تاريخ الرهبان. كتبه واحد اسمه روفينوس، ده مقدوني الجنسية يعني من ناحية اليونان، جه وعاش في اسكندرية شوية ونزل وزار النساك الرهبان في الصحاري سنة 394 ميلادية، وكان معاه مجموعة رهبان من فلسطين عددهم 7، راحوا زاروا أسيوط وتقابلوا مع أكبر شخصية رهبانية اسمه قديس يوحنا ليكوبولوس أو ليكوبولي الأسيوطي يعني، وطلعهم بعد كده على الشمال إلى وادي النطرون وزاروا مناطق القديس مكاريوس في مهدها الأول، وكتب برضو عن الرهبان وأعمالهم وأقوالهم وكتاباتهم وكل الإيه الأخبار دي عن المصدر الثالث اسمه الأبيبسجماتا باتروم. الأبيبسجماتا باتروم ده بمعنى أقوال الآباء، كلمة لاتينية بمعنى أقوال الآباء، أبيبسجماتا باتروم. الأبيبسجماتا باتروم ده عبارة عن إيه؟ أقوال شفهية تناقلت على الأخص في القرون الأولى للمسيحية أو القرون الرهبانية الأولى لغاية الخامس كده أو السادس. الأقوال الشفهية دي اتكتبت ومصدرها الأساسي من خلال كلمة المنفعة التي كان يقولها الأب المدبر أو الشيخ لتلميذه، فكان التلميذ ده يكتب يسجل. فالكتابات دي اتجمعت، والرهبان كانوا أكتر ناس كتاب ونساخ ويحرصوا على الكتابة. فطبعا الكتاب ده طلع بعد كده وظهر، وفي كتابات خاصة بالأنبا أنطونيوس ومكاريوس وبخوميوس، أنبا بخوميوس، والأقوال من الآباء الشيوخ حتى مش معروفين. ولذلك ممكن نقرأ في كتاب يقول لك إيه، وقال شيخ كذا كذا كذا، مش عارفين مين ده يعني اسمه إيه أو موطنه كان فين. الكتاب ده هو مهم جدا على أساس إن هو بيأخذ يعني زخم الحياة الرهبانية الذي كان مخزنا في قلوب الآباء اللي كانوا عايشين في صحراء مصر وأيضا في شمال مصر وجنوبها. واحنا عارفين إن يوحنا كاسيان زار منطقة اللي هي بحيرة المنزلة دي، كانت لسه اليابس فيها يعني، وكان فيها أرجرة كثيرة ورهبان عايشين فيها، وكتب كتاب اسم المناظرات أو المناظرات للكونفرانسيس، وكتب مقابلاته مع آباء وبالاسم، واحد اسمه شاريمون واحد اسمه إبراهيم أو إبراهام، نساخ كانوا عايشين بين الأدغال في بحيرة المنزلة، كتب عنهم. طبعا ده خارج، ولكن الأبيبسجماتا باتروم ده عبارة عن مجموعة لأقوال الآباء. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وأي سؤال أي حاجة. أمثلة تانية أسمع في
طبعا. هو القديس باتريك في انجلترا اخذ قوانين دخوميس وطبقها على الاجور عنده، على الجماعات الرهبانية عنده. والقديس بندكت اخذ قوانين دخوميس في النص وطبقها على الرهبان اللي كانوا عايشين عنده، على الاخص في جبل في جبل سانت في جبل سان كانت على دماغي في 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 جبل في الجبال اللي كانت اللي هي موجودة في إيطاليا، سانتا كاسينو، متأسف، مونتا كاسينو. مونتا كاسينو كان عايش فيه جماعة رهبانية إيطالية. القديس بندكت اخذ قوانين بخمس وطبعها. انتوا عارفين طبعا ان القديس إيلاريون تلميذ انبا انطونيوس المصري هو اللي اسس الرهبنه بين الرافدين بين النهرين في العراق. وايضا القديس اوجين برضو اسس الرهبنه في مناطق سوريا ولبنان الحته دي، وعاش في قبرص ايضا كمان. ففي نماذج كتيرة يعني. طبعا انت عارفين ان الحبشة راح القديس اثناسيوس الرسولي ارسل واحد اسمه فيرومانتيوس. فيرومانتيوس ده نشر المسيحية في الحبشة والنوبة، وبالتالي نقل النظام الرهباني وعلى الاخص نظام انطونيوس، لان شخصية انطونيوس اللي فعلها وظهرت بكتير قوي ساعد على ظهورها الأنبا أثناسيوس الرسولي نفسه لما استبعد عن كرسي 20 عام في 5 مرات، مرة في أوروبا في جنوب فرنسا حتة اسمها ترير، وفي الـ5 مدن الغربية، وأيضا جنوب مصر وفي النوبة، ووصل حتى الحبشة. والمناطق دي كان بيأخذ معاه كتاب فيتا أنطوني اللي هي حياة أنطونيوس، وبالتالي أنطونيوس أخذ شهرة كبيرة قوي على إيد قديس أثناسيوس الرسول، بالإضافة إلى النظام اللي كان بيعمله وكتاباته الكتيرة اللي هي بتمثل رسائل أنطونيوس للجماعات الرهبانية في مصر. في يعني نقدر نقول خطوط كده مشتركه في الحضاره المصريه يعني في المرحله التاليه. فكتبت النهارده الحقيقه فكرتني شخصيا ان نشاه الرهبنه كانت قبل المسيح. اذا هناك شيء ما يعني متواصل. بالظبط. الحاجه الثانيه اللي انا قلتها، هل احنا اللي ودينا يعني الرهبنه للعالم كله يعني يعني ابتكار مصري ثم راح بعد كده الى يعني دول العالم. الحاجه الاخيره بقى في عصر الاضطهاد الاعظم في الايام الرومانيه برضه المصريين العظماء يعني دفع نفسهم وخرجوا وراحوا للايه؟ للرهبنه. فهل يا ترى ده كان احد الاسلحه للدفاع عن يعني حضارتنا وتراثنا وديننا؟ هو طبعا النقطة الأولى من حيث امتداد الفكر النسكي والفكر التجرب عند المصريين القدماء والعبور به إلى المسيحية مش يعني شيء إيجابي وفكر سامي. بس طبعا كانت الحاجات يعني الرهبنة فيما قبل ظهور ربنا او يعني معرفتنا بربنا كانت بتقدم لي آلهة غريبة واسماء غريبة يعني زي ايزيس واوزوريس وحورس المثلث اللي هو المثلث الفرعوني. فالمسيحية لقت ان الفكر متماشي مع وصايا الانجيل فبرضو عمرت بيه.
بس النقطة الأخيرة اللي هي اللي في مصر اللي هي هل احنا الرهبنة دي يعني ابتكار مصري وخدوه الحبايب في الدول يعني في الأماكن الأخرى غير مصر؟ اه بالظبط كده، مش هنقول ابتكار، يعني هنقول هي منهج، منهج حياة، يعني منهج حياة مصري. الرهبنة في أوروبا بس اه كان اللي بالنسبة لنا بالظبط كده، لدرجة ان هم جم في مصر وعاشوا بقى في دي مصر. موثقة الكلام ده. اه في ناس يعني في مكرسين جم وعاشوا جوه مصر. هو كان في معوقات طبعا في اوروبا لمحاكاة المنهج المصري، لان مفيش مثلا صحراء هناك، في جبال، في برد، في شتاء، في انما الصحراوات المصرية بكهوفها بمغائرها، يعني بينالها بخضرتها دي، يعني جعلت الشخصية المصرية تميل إلى الإنعزالية وتميل إلى التأمل والتصوف وكده. ولكن هو بالفعل المصريين، يعني الرهبنة المصرية، راح منها رهبان عاشوا في مناطق أخرى، زي مثلا القديس أوجين أو أوكين، ده عاش في العراق وانتشرت الرهبنة هناك فيما بين النهرين. والقديس إيلاريون برضو عاش في العراق وعاش أيضا في لبنان، وانتشرت الرهبنة في داخل لبنان وسوريا وهذه المناطق. مثلا كتاب أنبا أنطونيوس اللي كان في إيد البابا أثناسيوس الرسولي، من خلاله في ناس في روما لما قروه كرسوا حياتهم للحياة الرهبانية كمثال أنبا أنطونيوس. زي مين؟ قديس أوغسطينوس، هو أحب الرهبنة من حبه في أخبار الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، لما قرأ الكتاب اللي كان مع القديس أثناسيوس الرسول، كان وقتها منفي القديس أثناسيوس في ترير جنوب فرنسا، جنوب ألمانيا، شمال فرنسا. برضو الجماعة الأحباش برضو بطبيعتهم يعني نساك أو يميلوا إلى النسك، وبالتالي هم برعوا في الحياة الرهبانية بشدة، لأن لقوا المنهج الرهباني المصري متوافق معهم وأي مع طبيعتهم، وأيضا وصايا الإنجيل اللي فيها السيد المسيح بيدعو إلى حياة الكمال، واللي فيها من أراد أن يكون لي تلميذا فليحمل الصليب ويتبعني، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما أعطيه للفقراء وتعال اتبعني. فالمستوى ده هو المستوى الإنجيلي اللي المصريين لقوا فيه برضو غايتهم، ولقوا فيه إنهم ممكن يمارسوا الحياة، التقشف والنسك والانقطاع للعبادة للوصول إلى حياة الكمال. وطبعا الحياة الأخرى اللي كان بيؤمن بها المسيحيين، حيث أن الإنسان ما هواش منتهي بموته، لكن كانوا يؤمنوا بالخلود. ولذلك هما لما جم يبنوا المدافن بتاعتهم بنوها محصنة جدا علشان الروح تستمر في حياتها، ولذلك بنوا الأهرامات، المدافن الفراعنة كانوا يعني very strong، يعني تخيلا منهم أو إيمانا منهم أن الروح خالدة، وان اللي جاي يزورهم الروح تستطيع ان تتعرف على اللي جاي يزورهم من الاقارب او من الناس اللي بعد كده وهكذا. ففكرة الخلود دي كانت لصيقة بالمصري، وعلى الاخص بنلاقي ان كتاب الموتى بيحاسب الانسان، بيقدم حسابات دقيقة عن حياته، بتمثل حياة الفضيلة عنده، انه لم يمنع اللبن عن طفل من ساتي امه، انه لم يشتم، لم يسلب، لم يسرق، لم يشهد غيره، لم يشهد بالزور، وهكذا الحاجة دي. بالتفصيل. بس انا السؤال بتاعي يا سيد، يعني يا ريت كنت ذكرت انظمه المعضله الوحده والشركه والنصب الشرعي، يعني انا مش قادر افهم الفرق بين الشركه والنصب الشركه او الشركه او الوحده والنصب الشركه، لان يعني حتى في الاباء المعاصرين زي البابا كارلوس السادس وابونا عبد المسيح الحبشي والبابا شنودة الثالث نفسه،
كانوا بيطبقوا النظامين مع بعض، ان هم كانوا بيتوحدوا في مغارف الجبل وبينزلوا السبت والحد يحضروا السبت ويرجعوا تاني للوحده بقيه الاسبوع وهكذا. بعدين في شخص اسمه واحد هم ما بيمثلوش سيستم رابع ولا دول بطاقه الواحدين. هو الحقيقة طبقة السواح دول مش بس عايشين في مكان ثابت كمغارة أو غيره، ولكن الصحراء كلها والوجود كله هو ملك ليهم. فحسب إيماننا وحسب معرفتنا أن السائح ليصل إلى درجة روحانية حيث أن المادة تنخفض قد تصل إلى الزيرو عنده، والروح ترتفع تصل إلى أعلاها، ولذلك يستطيع أن يتنقل في لحظات من مكان إلى آخر. ده السائح. أخبار السواح قليلة ممكن نعرفها من خلال قراءتنا بشخصيات الآباء السواح، ولكن أنظمتهم أو حياتهم اللي ظهر قدامنا وقرناها من الكتب وكده بيتضح ان هم دائما يجتمعوا في يوم الاحد لعمل القداس، وكل واحد يبقى ساكن في مكان بعيد او في الحياة في البرية الداخلية، ولا نستطيع ان نحدد مكان هؤلاء الجماعات الرهبان اللي هم السواح. بالنسبة للسؤال اللي هو في اباء، هو طبعا عايز اقول ان الامر غير ممنوع على الاجتهادات الفردية. يعني ايه؟ في راهب بيعيش حياة النصف شركة حاليا، ليه قلاية منفردة ولكن بيعيش وسط الجماعة، ماشي؟ الامر لا يمنع ان هو يطلب من رئيس الدير ان هو ينفرد بمغارة، ها، يصل الى حياة الوحدة. عايز اقول حاجة، ان حياة الوحدة اعلى من حياة الشركة، يعني قاسية واصعب من حياة الشركة، فيها ضروب اكثر صرامة واكثر قوة، ضروب النسك والتقشف وبذل الذات وكده. فحياة الوحدة أصعب من حياة الشركة، وحياة الشركة أصعب من حياة النصف شركة، لأن حياة الشركة بيبقى فيها نظم يعني دقيقة، هي نظم أبواب الخمس. وعايز أقول أن نظام أبواب الخمس لم يوجد الآن، ممكن نقول أن في أفراد بيعيشوا حياة الوحدة زي ما حضرتك بتقول، بيخرجوا لحياة زي مثلا بابا شنودة عاش حياة الوحدة بعد ما كان عاش حياة النصف شركة في مغارة 12 سنة، والبابا كرولوس السادس كان عايش في مغارة ما قبل اختياره بطريرك وهكذا. إنما حياة النصف شركة هي اللي ماشية دلوقتي، إن في دير له أسوار كل واحد في قلاية، ها، وفي نفس الوقت بيجتمعوا لصلاة الغروب في المساء أو صلاة المساء، وأيضا القداس في الأحد، وأيضا مجامع بمسمى مجمع مثلا الحصاد، نطلع كلنا نلم مثلا حصاد الزيتون، أو مثلا نطلع كلنا نخبز العيش بتاعنا، ده اسمه مجمع أو تجمع اللي هو بيطلق عليه سمات حياة الشركة. ذكرت عن الأمن الرقمي في النهار كان في حياة الشركة في قسوة وفي طاعة وفي يعني تحديد سلوكيات بحيث إن هي فيها سلام الشركة. لكن بحاول كده إن أنا أعمل مقارنة بينها وبين بعض الجماعات الإسلامية اللي فيها برضه الطاعة العمياء اللي هي لا تجادل الأصل وهكذا، فهل هناك أي مقارنة بين الفكرين؟ طبعا مقارنة كبيرة. هو طبعا الطاعة للرئيس في حياة الشركة وحياة الرهبنة هي طاعة لأجل العبادة، مش لأجل حياة دنيوية أو حياة برة خارج الدير.
وحسب ما معلمنا بولس الرسول بيقول مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. يعني هو القوانين دي لتدريب الشخص على ضروب نسكية، لتدريب الشخص على فضيلة الاحتمال، مثلا ان هو يحتمل ميعاد معين للأكل، لتدريب الشخص على كبح الإرادة أو قطع المشيئة، مشيئة الإنسان. يعني إيه؟ ممكن الراهب يجي يقول أنا عاوز أزور مامتي أو والدتي تعبانة شوية مثلا، يقوله لأ قوانين الدير لا تسمح بكده، فيضطر إيه؟ يقطع الراهب يقطع مشيئة نفسه ويخضع لإرادة ربنا المتمثلة في الإرشاد اللي هو بيدخل في نطاق نظام الحياة الرهبانية. عايز أقول كمان إن الحياة الرهبانية هي حياة روحانية بما تحمل كل من تحمل الكلمة من معنى، ليس لأن الراهب أساسا يعني ترك العالم بكل التزاماته، ترك أقاربه، ترك كل ما يمت ليه بصلة في العالم، حتى شغله، حتى تطلعاته وطموحاته تركها، والتزم ووضع نفسه تحت الطاعة، أن يكون بتولا، أن يكون مطيعا، أن يعيش فقيرا. فما ملوش ما بيبقاش لي حتى أي تطلعات في العالم، يعني لا سياسية ولا اقتصادية ولا أي حاجة. هل الطاعة دي تصل إلى مستوى إن هو خلاص يمسح فكره؟ يعني ملوش فلسفة، ملوش فكر، مش هيتطور، هيفضل ماشي ورا على سبيل المثال المرشد، المرشد دي كذا فكله يمشي ورا. لا طبعا، في الرهبنة، في الرهبنة أولا المرشد يعني بيبقى على مستوى روحي أعلى من التلميذ، يعني المرشد بيبقى على مستوى روحي أعلى من التلميذ، وإن هدف الرهبنة هي الاتحاد بالله، الله كله حب وكامل وغير محدود في محبته، الله كله فضيلة، كله خير، كله سلام. وإذا كان وصايا الإنجيل من ناحية التعايش والمحبة، وصية الإنجيل بتقول أحبوا أعداءكم، يعني إيه؟ مثل دلوقتي الوعاء، الوعاء اللي أنا هاخد منه أديه لغيري عبارة عن إيه؟ كده خلاص، ما هو أنا ملتزم بكده، لأن الحياة الرهبانية هي حياة تعبدية، حياة خاصة بربنا مش خاصة بالعالم. فالوعاء بتاع ربنا كده، فانا بنسلمه كده برضه بعيدا عن امور قد تكون ضد المجتمع او تكون ضد الانسانية او تكون ضد البشرية. لا، ما هي اساسا الوعاء كده، يعني انا انا احب هذا الوعاء بما فيه من فضائل، بما فيه من فكر، بما فيه من رؤى، فأنا عشت فيه أبتدي أديه لغيري. بس ليسا كاترين، كاترين، هو الحقيقة القديسة كاترين احنا لغاية دلوقتي مختلف، يعني ايه بنقول هل هي قبطية ام يونانية؟ طيب لو كانت قبطية هل هي كانت ملكانية أم غير ملكانية؟ ملكانية يعني تتبع العقيدة الخلقدونية، إحنا كآباء نتبع العقيدة غير الخلقدونية، العقيدة الغير الخلقدونية التي تؤمن بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح، إن المسيح طبيعة واحدة من بعد الاتحاد من الطبيعة الناسوتية واللاهوتية. الخلقدون اللي هم اليونان والرومانيا والكتلة الشرقية كلها وما فيها كان القسطنطينية وقتها يؤمنوا بالطبيعتين، أن المسيح لاهوت وناسوت. فإحنا بنقول إن لربما نسمج مع خلقدونيا، دي بلد
اليونان تقريبا. ربما ان الفريقين الفريق القبطي والفريق الثاني اختلفوا في مفهوم هل هو طبيعتين ام مشيئتين، هومو اوسيوس او هومو اوسيوس، ولكن هم برضو قصدهم طبيعتين. ما هو المسيح طبيعتين فعلا، بس احنا كاباط قلنا لا، خليها طبيعه واحده من بعد الاتحاد من الطبيعتين. ليه؟ لان قد يكون هناك احتمال في أن طبيعة تفترق عن طبيعة، فإذا المصلوب ده إنسان أم إله إنسان؟ إله إنسان، لأن اللاهوت لو افترق عن المسود على الصليب يبقى إذا ده إنسان ما أفادش البشرية، ما فداش البشرية كلها، فلابد كان يشترك اللاهوت مشتركا معه مع المسود، فإذا هو طبيعة واحدة من بعد الاتحاد من الطبيعة. شهيدة أنا متأسف، هي شهيدة في قبل الخامس، قبل الانشقاق. بس لربما ان الملكانيين لربما ان الملكانيين تملكوا على الدير بصفه اداريه، يعني بشكل اداري، نظرا لانه قريب من الايه، من شرق اسيا والقسطنطينيه وكده، وفي نفس الوقت منعزل عن مصر، يعني انه سينا. ولربما ان وخد بالك كان موقع لراحة الريست للحجاج سواء لأورشليم أو لمكة، فطبعا كان مكانه محترم نظرا لأنه مهم يعني استراتيجيا. في القسطنطينية ما خد بال حضرتك ان احنا كنا المسيحيه كانت متحده على مستوى العالم لغايه الخامس الميلادي، القرن الخامس، وبالتالي القديسين نقلوا الاسلام المعترفين به. في الاول في الاول قبل فترة الانشقاق. هو ممكن نحن لها نوع من الشهرة ديت نفسه أرض المكان، حتى هي كانت على الجبل وبعدين بعد كده عمل لها حفرة في البيت وحط فيها الفرد الأسماني بتاعها، حتى كان بيجي يزور الأماكن المقدسة، كان بيحب إن الأرض العربية بتشوف الاهتمام التاريخي كانت موجودة فيه. هي موضوعات كتيرة أصله، يعني إيه، هو سينا كان فيها أجرة، كان فيها أجرة، ما هو في أب اسمه الأب سلوانس اللي كان عايش في سينا، موجود في بستان الرهبان، وتلميذه مرقص، وفي أجرة الآثار بتاعتها اتلاقت في جنوب العريش، يعني في حتة اسمها الفرمة، لا وجوه كمان 90 فدان، 90 فدان عليهم آثار كثيرة جدا لغاية يعني السويس. فطبعا أجرها بالنسبة للقديسة كاترين دير من ضمن الأجرة، بس كان هناك في صراع ما بين الملكانيين واليعقبة اللي هم مصريين الأرثوذكس في امتلاك الكنائس، وقد كان أحيانا بيصل الحال إلى الاحتدام، يعني دي كنيستنا أو مثلا إحنا زحنا الملكانيين وخدناها تاني وهكذا. فإنما درس سانت كاترين بحكم طبيعته الجغرافية تقريبا ما زال تابعا لقبرص واليونان وكده. ما هم تملكوه على الأقل في القرن من القرن الخامس. على الأقل. من القرن الخامس. بالظبط. اتفضل. لا هو كان متأثر بعمله القديم وهو الجندية،
يعني ما هو نظام. لا ما فيش تأثير خالص بنظم المعابد المصرية القديمة، لأن هو بنى أجرة جديدة، يعني ما هيش ما على مستوى التنظيم. هو كان جندي ويحب النظام، وكان صارم، طبيعته صارم ومنظم وحازم، فوضع قوانين تشبه القوانين الوضعية لتنظيم الجماعات دي. على الأخص هو التاريخ بيقول إن كان ليه 9 أجرة، قد يكون أكثر. فطبعا علشان يدير هذه الأجرة كان لابد أن يوضع نظام. لا هو اللي وضعه بالفعل، ولذلك النظام بتاعه كان يعني اتخذ في رهبانيات كتيرة زي في أوروبا، زي حتى في سوريا، وبالتالي كمان في النوبة وهكذا. في لبنان كلهم مستندين برضو على نظم بخومي. بس هي يعني دلوقتي النظام البخومي أنا بقول يعني إنه مش ماشي دلوقتي. بقى في نظام النصف الشركه، وقد تكون الأفراد اللي جوا النصف الشركه قد ينعزلوا، بس القلائل مش كتير، ويعودوا إلى الحياة أو النظام الأول، نظام الوحدة. هو التصوف قريب من الرهبنة برضه، مع الفروقات العقائدية بس. ايوه بالظبط. لا من ضمن المتصوفين في الاسلام، انا بتكلم على الجماعات اللي هي بتسيس. الجماعات اللي بتسيس بقى، ما هو مش في الموضوع دوت يا دكتور. يعني ممكن تلاقي اي، يعني انت عارف، ممكن تلاقي رئيس شركه او مصنع عامل العمال بتاعته يعني غسيل مخ ومحتويهم تماما، وهم بيعتبروه فعلا الليدر اللي هو ما فيش زيه، وممكن فعلا يتجاوبوا معاه في اي حاجه. يعني ده امر ما ممكن بسهوله يبقى موجود في اي مجتمع، اي مؤسسه، اي شكل يعني. انما الرهبنه دي حاجه تاني خالص. يعني هي الرهبنه بتترفع عن كل ما في العالم من مظاهر للاتحاد او الاقتراب من ربنا بقدر الامكان روحانيا. يعني نشأ هو البربر حاجة، البدو حاجة، العربان حاجة. البدو دول قبائل المزيك اللي هم جنوب ليبيا وتونس والجزائر، حتى ليهم وجود لغاية دلوقتي، لهم لغة خاصة بيهم، قبائل المزيك دول اللي كانوا بيهجموا على غرب مصر يسلبوا أي حاجة يعني. في البدو، بدو الصحراء بقى اللي هم ما قبل دخول العرب مصر. العربان اللي هم جايين من ليبيا، من اليمن، ومن شبه الجزيرة العربية، عبروا البحر الأحمر وساكنوا في الصحراء الشرقية، وبدام دخلوا مصر ممكن يتجولوا. وطبيعة البدو أو السكان الصحراء دي كلها بيتهم، كلها بيتهم يعني يقدروا يتنقلوا من خلال النجوم. أنا كنت اتقابلت مع حاج اسمه الحاج محمود، عايش في قرية اسمها بني سلامة بجوار وادي نطرون، في وادي نطرون، وكان عنده 117 سنة. بيقول أنا حضرت ثورة مصطفى كامل، وكان الإنجليز يجوا عندنا هنا في الأوكرية أو الوادي يخطفوا الجمال ويمشوا، كنا احنا نقف صد. فهو بقول له يا حاج، طيب انت شغلتك؟ قال انا راعي غنم.
قلت له طب بتقدر تمشي في الصحراء كده؟ قال لي اه ده انا بقى رحت ليبيا ورحت سيوة ورحت. قلت له ازاي؟ قال لي بالنجوم، يعني عنده دراسة النجوم ويمشي عليها يروح ويرجع في ويتماشى في الصحراء بدون أي مشاكل. فدولة سكان الصحراء والحقيقة كان في تباين في العلاقات ما بينهم وبين الأجرة. يعني إيه؟ البربر دول كان عديمي الفهم، يعني ما فيش تفاهم معاهم. دول بربر لغة مختلفة، جايين مخصوص عشان يسلبوا وينهبوا، جايين من المزيج. المزيج البدو، دول البدو والصحراء كانوا بيتعايشوا مع، إنما حصل في زمن البطريرك البابا شنودة الأول إن العربان تجمعوا حوالين درب مقار وأرادوا إن هم يقتحموه ويسرقوا اللي فيه. فحدث أن البابا شنودة الأول خرج إليهم بعصاته كما تذكر السيرة، وتواجه معهم، وكانوا حوالين الدير على الجبل، تواجه معهم. فحسب السيرة اللي جت في السنكسار، سير أبان القديس، قال أن وقع عليهم خوف وتراجعوا. وفي السنة دي الأنبا شنودة البطريرك أمر ببناء أسوار حوالين الأجر. بالظبط. وفي محاضرة، معلش عشان بعد إذنك، الدكتور حجاجي هيتكلم فيها عن الحصون والأسوار وليه أنشئت وتاريخها. يعني بس أنا عاوز أدي ملاحظة، عايز أدي ملاحظة إن هي مش دفاعية، إن هي مش دفاعية طبعا، هي مش دفاعية، دي أسوار للحماية. ما هي يعني السيف بيدافع عن نفسه. والدليل على كده إن البربر موقف من ليبيا. صحيح دايما بيسموهم باشكال معينه البدو ماسكهم كده. صحيح. انا عايز اقول يا جماعه ان تاريخنا المصري والقبطي والاسلامي تاريخ عظيم جدا، وينقص ان احنا ندرس برويه وندرس بعمق، يعني ايه؟ حبا في تاريخ بلدنا وعشقا في حضارتنا. انا ما اقولش ان حضاره مصر فرعونيه، بس حضارتنا مزيج من الحضارات. حتى الحضاره الفرعونيه مش حضاره فرعونيه بس، عندك العصر البطلمي واحنا دول واحد قطرين، ده ليه نظام تاني وتاريخ وفكر تاني. يعني احنا مصر بالذات مش زي اي بلد تاني، حضارتها ممتزجه من الفكر الفرعوني والفكر المسيحي القبطي والفكر الاسلامي. بس ما علينا، احنا ندرس ونتعمق في دراسه مصرنا وتاريخنا، وده الحضارات دي بتمثل يعني كنز عظيم قوي احنا نمتلكه. شكرا على ان حسن انصاتكم. في اي مداخلات؟ نشكر الأنبا مارتيروس على هذا السرد التاريخي الرائع، وأثار يعني كم من التساؤلات، ويمكن أنا حلقط منه الخيط إنه طلب إن إحنا نعمل أبحاث فيما قبل الأنبا أنطونيوس. عشان كده أنا كدورة، إحنا مش هنعمل امتحان لكن هنعمل بحث. كل واحد فيكم مطالب انه يعمل بحث في اي فرع من فروع التراث القبطي، وهذا البحث مرتبط بشهادة انتهاء الدورة. يعني محدش هياخد او يحصل على الشهادة الا لما يقدم البحث. طبعا موضوع الامتحانات خلاص بقى يعني old fashion، لكن ان احنا نبحث ونقدم حاجات جديدة ده الافضل. الدورة اللي قبليها دورة الدراسات الاسلامية اتعمل نفس النظام، والناس قدمت ابحاث حلوة جدا، واحنا مستنيين لما هنجمع كل الابحاث وهتطبع.
الدورة بتاعت الدراسات الإسلامية الكتاب بتاعها صدر، والكتاب قيم جدا واتوزع على كل اللي كانوا مشاركين فري. الدورة دي برضو كل المحاضرات بتتجمع وبتجهز للطباعة، وحيصدر الكتاب مع انتهاء الدورة. بعد الدورة دي احنا مستمرين، مش هنبطل، هنشتغل بقى مصري قديم. يعني الدورة اللي جاية هتبقى المصري القديم، ودي هتبقى اكبر دورة لانها هتتقسم لثلاث دورات مش دورة واحدة. احنا مستمرين كل خميس زي ما انتوا عارفين، الخميس اللي جاي في برضو لقاء، وهيبقى عن موضوع رحلة العائلة المقدسة من خلال الوثائق. يعني احنا تملي نقول ان هي عبارة عن كانت رؤية كده، وفي مخطوطة لثيوفيلوس اللي هو المصدر الوحيد، لكن احنا هنثبت بقى ان ده مش المصدر الوحيد، لا ده في مصادر كتيرة كتبت عن رحلة العائلة المقدسة، وازاي نربط الرحلة بالتراث وبالاثار، لان ده شيء مهم جدا، ان انا لما اوثق لحاجة لازم يبقى فيها اثر، فيها تراث، فيها سواء تراث منقول او تراث ثابت، وده اللي هنتعرف عليه المرة القادمة. بكرر شكري للأنبا مارتيروس، ونشكركم كلكم، وأرجو اللي ما كتبش اسمه ياريت يكتب اسمه. شكرا. اللي عايز بقى يتصور مع الأنبا مارتيروس يجي يتفضل. ناخد كده صورة مع بعض كلنا.